زين تحت تحت برجع شتي هذا بيه لا هزي رجليك ليش طلقتي على رجلي هزي الصباط ليش قطعتي الصباط الصباط هيا هكاك شوية السلام عليكم أميرتي الغاليات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو الذي يكون طريقة تعليم آلة الخياطة، غادي نعلمها مباشرة وبلا هضرة بلا حتى شي حاجة. يعني نحاول نوريكم الفيديو وديال التعليم ديال الماكينة لبنتي ان شاء الله. كما كتشوفون غادي نحيد هو الاول هاد الليبرا والصباط والخيط، يعني كنخليو الماكينة خاوية باش هاد الليبرا هاد الصباط ما يضربش لنا دوك السنات يخسرهم. يعني حيدتهم بثلاثة أول حاجة، يعني ضروري خصكم في المرحلة الأولى تحيدوا هادو بثلاثة باش تتحكموا في الماكينة. يعني كتحاولوا تخدموا عشوائيا تتحكموا في الماكينة وتحكموا في السرعة ديالها، من بعد ديك الساعة غادي تبداو. بالنسبة لهذا اللي كيتحكم لينا في الصباط راه ماغاديش نحتاجوه دابا، يعني حتى المرحلة الثانية عاد غادي نحتاجوه. وكيتحكم في الصباط بما أننا حيدنا الصباط فماغاديش نحتاجوه، غنخدمو غير هكاك. يعني دابا غادي نخدمو عشوائيا فقط، كندربو رجلينا باش تولي ما تكسرش لينا بزاف، باش حتى الا جاب الله ركبنا ليبرا ما تهرسش لينا ولا يوقع في الماكينه شي حاجه. هذا الملف ضروري خصكم ملفات واحد ولا جوج، ولكن حتى المرحله الثانيه حتى ركبوا ليبرا. دابا غادي نخدم مع بنتي مباشره وانتم كتشوفوا معايا، وغادي نحاول نخلي نفس الصوت ونفس كل شيء باش تفهموا مزيان. وبالنسبه للفيديو اللي كان اللي فيه التعليم راه ديجا حطيته اللي فيه تعليم آلات الخياطه، اللي بغى يرجع ليه ويعاود يفهم. اول حاجه كنخدم الماكينه مع بنتي كما كتشوفوا البنات، لكن يعني دابا راه خدمات. يلا زيد هانتوما دابا، يعني غنستعملو فقط هذا، يعني هو غنحطو غير حتى رجليك لهاد الجهة. راه تماك واحدة هاديك، هادي هي باش كنخدمو، كنحطوها في هاد القنت هذا. خرجيها باقي شوية هاكا، بقي تغطيه هنايا شوية، هنا شوية صافي شوية. يلا زيد حنا البنات غنشوفو، يعني هادي زيد شوية، تحاولي تحكي كل مرة تخدمي بشوية. زيد زيد هاك زيد، كيما كتشوفو البنات راه مكاين لا خيط لا حتى شي حاجة، يعني الماكينة خاوية. زيد زيد شوية شوية، حاولي تضغطي زيدي زيد 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 زيد، لا زيد شوية زيد، لا لا تا تولي تحكمي فيها. لا عيني نوريك، ها شوفي في هذا، شوفي انا تا تولي تا تعرفي ديريها هكذا، ها متسبقاش الضرب، شتيها شوفيها. لا هو ما غاديش يضربو هاك، انتي شوفي بشويه بشويه، شوفي كنزيد شويه بشويه، خطوه بخطوه، واحد شويه كون كنزيد بحال الا كندور شي ساروت. زيد شوية زيد هاك هاك دابا مزيان، شتي شتي دابا منظمين. زيد زيد هاك 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 زيد، لا اي ها كيما قلت لك. دابا بالنسبة لهاد ليبرا البنات كيما كتشوفوا، يعني هنايا عندنا ملس، يعني الا جينا حتى نتقبها النيشان، يعني على هنايا ديال التقيبه هي كتبان لكم، ها هي التقيبه ديالها. يعني هنايا واحد الجهه ملسه، و الا دورناها هنايا بحال الا محفر، ها هو كتبان لكم بحال الا فيه واحد الحفيره غاديه دايزه فيه. يعني دابا غادي نركبوها لاول مره، يعني انت غادي تركبها اول مره. الا شدي يلا زيدي كندخلوها مباشره وردي البال، لا ما خصكش تلقيها، وركبي بهادي هاد اللي الاخر هادي باش غادي تشدي ليبره. كنشدو ليبره بهادي وكندخلوها على واحد هذا، كنزيرو بها هاد الفيس هنايا، خشي دخليه كندخلو في هكذا قد شويه رميسه حتى تدخلي في ديك التقيبه وزيره. شوفي واش الليبرا مقاده، واش جات ديك التقيبه كما قلت لك، الا ما جاتش حليها وعاوديها. هيا
خويا يعني كتحاول تقاد صافي هاي الزيارات صافي نشوفو كنشوفو البنات ها هو كما كتشوفو ان الثقبه كتجي من هنا يعني ماشي هنايا فين كتكون الثقبه كتكون من هنايا لهنايا اوكي صافي من بعد ما تركبت بالنسبه للمرحله الثانيه البنات ديال التركيب ديال الصباط كما كتشوفو يعني الصباط كيتركب هنايا نجيبو هذا كنركبو هنايا اذا كانت هذه خدامه هذه يعني كتكون ورا الماكينه اذا كانت خدامه راه غادي تهز بها ما كانتش خدامه انا ما عنديش خدامه غادي نهز بهذه يعني هذه الحتانيه هذه هي اللي غادي تحكم ليا ها هي كما كتشوفوا يعني كنطلعها ها هو كيطلع الصباط يعني هي اللي كتحكم ليا في الصباط وباش ندخلها كنهز الصباط من التحت وكندخلو هادي بحال هكذا الا ما كنتيش باغي تحيدي الفيس الا كنتي حيدتيه كاع كله راه كتعاودي تدخليه عادي بنفس الطريقه صافي كنبداو نزيرو في هذاك الفيس باش هذا نزيرو الصباط باش ما يطيحش لينا هو البنات بعد ما ركبنا ليبرا هذا دابا غادي نجيبو هذا الدور ديال هذا شنو هو الدور ديال هذا اللي بالضبط الدور ديال هذا هاد السنينات هادو ما يتحكوش مع الصباط وحنا كنجربو في الماكينه كنتعلمو الماكينه ها باش ما يتحكوش هادو معاه كنديرو هاد الملف المرحله الاولى باش كندربو على الماكينه في نفس الوقت ما نخرجوش على هاد السنينات هادو هاد السنينات اللي كيبانو لتحت ما خصناش نخرجو عليهم علاش كنديرو هاد الملف وهنا كيبان لك اشنو كتخدمي يلا زيد رومي صدعتي بشويه عاوني بهذاك الا ما بغاش تمشى ليه بالنسبه لهذا دائما كنعاونو في الاول بهذا كندوروه سير هذا كنعاونو به في الاول الا ما بغاش تمشى لينا الماكينه كنعاونو به يلا زيد عطيه برجلك شتي هذا به لا هزي رجلك علاش طلقتي هزي الصباط علاش قطعتيه الصباط صباح هيا هكاك بشويه الى داك هزي رجليك وبشويه زين شويه هكاك ها انت بدا تعلمي شتي تبارك الله تبارك الله ها هو البنات كما كتشوفوا ها هي بنتي بدات كتعلم في الاول كان استعنوا بهذاك اللي كيدور من الجنب ومن بعد كنخدموا هاك بحال هكا كتخدمي بشويه يعني دابا انا نشوف هاد هنايا داخل هنا هادي هنايا زيد دق تخلي دابا شو علاش غادي ما خصش الخيط يكون كبير دخلي هنا بحال هكدا هنايا غير هكا غادي نحطو هنا دابا دخلي ليبر شد الراس ديالو دخلي مع ليبر قطعي على داك الراس الاول قطعي شويه لا الخيط ولا هذا هذاك اللي كنتي هازه سير دخليها من هاد الجهه طلعي ليبر الفوق شنو هذا صافي دخلي من هاد الجهه لا خلي تحت هذا رجع
لا ترى مثلا بيني وانت سير جرب جرب الخيط لا ما دخلش ما دخلش الخيط هاو ما زيرتيش تايد انا عاوديها واخا تجري دابا تما تا سير سير نشوف ما كنقولش الحمد صافي كيتمشى ايه صافي هو الخيط كيتجر صافي يلا دابا طلعي هادي بالنسبه لهذيك تشد حالك تايا ولكن العكس طلق حيدي هنايا تيكون الفوق هكا حالك تايا نطلعو هاد الحديده راه شوف ترى سيدي شدي سيدي هاد الحديده سيدي تيك بقي هنايا ما تبقاش تحيدي من تماك هاكا توري عندي راه انا اللي كنشوف ماشي انتيا كيما كنشوف الكانيطا هاد الحديده كتكون طالعه كنشدوها بيدينا كنشدو الكانيطا وكندخلو هنا سير كتشوف البنات غادي تدخل من هاد الجهة هاديك الحديدة غادي ندخل هاهي هاهي الطبق هنا راه مزيان جبتي عاوتاني الخيط خليها خليها بالنسبة للخيط من بعد ما تركبو في ليبرا أنا جبديه شديه مزيان كندورو البنات بهاديك هادي كنبقاو ندورو واحد المرة كتهبط ليبرا مرة وحدة وحنا كنجرو حتى كيخرج لينا الخيط جري واش كيتمشى هاهو الخيط كيتحرك كيتجبد عادي صافي يعني راه مزيان من بعد كنديرو ليهم حتى ونخشيهم تحت الصباط سدي دابا داك الباب من بعد كنجيب واحد الورقة بحال هكا كيما كتشوفو كنسطروها عندكم ورقة وحدة أخرى سطروها أنا عندي نفس الورقة يعني درت فيها هاد الخطوط متديروش هاد الخطوط لي مايلين بزاف البنات حيت لها علاقة غير بنتي كتلقى تجربية بحال هكا وصافي نتوما ديرو خطوط مستقيمة ومايلين شوية غادي نبداو دابا بالخطوط صافي الا بغيتي تخرجي الخيط بلاتي نوري كيفاش حركي هذاك بقاي لا ديك الدواره هذيك هذيك بقاي دوريها انت كتجري هنا زيد ما تدخليش ها تقربي يدخل ورجعي صافي صافي قطعي الخيط من شمت منك لا من هنا من هنا من هنا حدا الورقه ماما ها علاش انا ما زعما شوفي صبرات ولاد الاخان دا زيد عاودي فين ما كحل تعاد ايوا عاودي دخلي جري جري زين نقصي شويه الا فيه مدخول قطعي هاد لاكلاص ديالو هكا حولي بهذاك ما تضغطيش عليها لا هاي قرب رجعيها هكذا انت اللي كتجري في الخيط سير صافي صافي بركه انت من هنا ما تقطعش الخيط يدخل ليك ها سيري خليه واخدني بلاتي بلاتي جري لا قطعي دابا ولكن شدي من هاد الشيء عمل تحت هاك جري عاوتاني بقاي دوري في هذاك دوري ما تهبطيش لي برا عاد قربت هبط لا رجعي هاك زيد ها هو الخيط كيخرج صافي يلا قطعي دابا من هنا هذه هي النتيجة البنات من بعد المحاولات ديال بزاف ديال المحاولات يعني نتوما تبقاو تضربو تلقاو راسكم تعلمتو انا كنت غير هاد الشيء اكتفيت بيه باش نوريكم لكن نتوما تقدروا تعاودوا ملف واحد اخر وتعاودوا واحد اخر تتلقاو راسكم كتحكموا في الماكينه من بعد غادي تبداو في التوب التواب بنفس الطريقه عاد تبداو الخياطه ديالكم